أنا عزيز الهلالي عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال والمنسق الجهوي للحزب بسلا والقنيطرة. بعد قرار اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال في شأن تنظيم تظاهرات لشرح مضمون البرنامج الملكي للدعم الاجتماعي المباشر من أجل تعريف المواطنات والمواطنين بالمضمون ديالو، ثم كذلك تمكين المواطنات من تسجيل في السجل الوطني للإسكان والسجل الاجتماعي الموحد من أجل تقديم طلبات ديالهم للاستفادة من هذا الدعم اللي غيتفتح المنصة ديالهم ابتداء من نهاية شهر نوفمبر. أولا كنبغيو نسجلوا في حزب الاستقلال بكل افتخار واعتزاز العطف ديال جلالة الملك محمد السادس الله ينصره فيما يخص الاهتمام بكل القضايا ذات البعد الاجتماعي، وكذلك الاعتناء برعاياه اللي كيعيشوا وضعية الهشاشة، ولا كذلك اللي كيعيشوا وضعية الإعاقة. هذه كل عوامل بعثات هذا البرنامج الملكي للدعم الاجتماعي المباشر اللي كتمكن الأسر المغربية اللي فعلا في وضعية هشاشة وفي وضعية فقر. والعجيب في هذا البرنامج وهو كان مستهدف به الأسر اللي عندها أطفال يتابعون الدراسة ديالهم، والمعنى ديال هذا هو البعد والرغبة ديال جلالة الملك الله ينصره باش أبناء الوطن كلهم يستفدوا من التمدرس. أولا صحيح كلنا نريد أن نعيش حياة بكرامة وتكون عندنا جميع وسائل الترفيه والحياة العادية، ولكن لا بد من أبنائنا يتابعوا الدراسة. ولذلك كان أحد المقاييس الأساسية والرئيسية في هذا الدعم هو مدى التمدرس ديال الأبناء ديال هذه الأسرة أو عدمها. طبعا حتى اللي ما كيتمكنوش من الدراسة حتى هما كيتمكنوا من الاستفادة، ولكن بصفة أقل من اللي كيتابعوا الدراسة. وطبعا هذه مديرة لأنه فعلا في بعض المناطق كاين الأطفال اللي خرجوا من المدرسة لأسباب متعددة ما عندناش نرجعوا لها الآن. إذا كنسجلوا كذلك في حزب الاستقلال أن هذه المبادرة أو هذا البرنامج هو أول برنامج يستهدف الدعم بشكل مباشر للأسر منذ التاريخ الحديث ديال المغرب. إذا هذه مبادرة أو برنامج غير مسبوق. كذلك نسجل بكل اعتزاز أن الدولة الاجتماعية كما دعا لها جلالة الملك وكما جاءت في التصريح الحكومي للحكومة الحالية كيتأكد اليوم أن هناك برنامج فعلا للاعتناء بالشريحة الواسعة من المواطنات والمواطنين الذين يعيشون فترة أو مرحلة هشاشة. الهدف كذلك من هذا البرنامج هو نرفع ما أمكن هذه الأسر اللي كتعيش اليوم في وضعية فقر إلى ما هو أفضل. إذا البرنامج ليس الهدف هو فيه الاستدامة وأنه الدعم دائما المواطنين خصهم يكون محتاجين الدعم، بل الأصل منه هو الفوارق الاجتماعية اليوم اللي موجودة في المجتمع خصها تقلص، وبالتالي غنوجدوا الأسر المغربية إن شاء الله بحول الله اللي كتعيش في جو من الكرامة في ظروف سكن لائقة، والأبناء ديالهم عندهم مدخول الآباء ديالهم بشكل منتظم. كذلك نسجل بخلاف البرامج السابقة ديال الدعم وكانت متفرقة، ولكن على كل حال كانت برامج ولكن كانت غير مضبوطة وتشوبها كثير من الشائبات. اليوم بالسجل الاجتماعي وبالمؤسسة اللي خرج المرسوم ديالها أو صادق عليها المجلس الحكومي، المؤسسة الوطنية اللي غتدبر السجل الاجتماعي، كتعطي إمكانية للمواطنات والمواطنين، وهذا غنشرحوه لجميع الناس الحاضرين معنا، أنه في حالة ما إذا لم يتم قبول السجل ديالهم عندهم الحق في الطعن وفي طلب مراجعة الملف ديالهم. وكذلك هذه الوكالة عندها مسؤولية ثانية وهي المرتبطة بتقييم هذا الدعم. إذا اليوم ماشي كنقولوا غندير واحد الدعم ونوزعوا واحد الإمكانيات وحنا لا كنستمعوا للمواطنين باش نعرفوا إذا كان هناك تظلم أو إذا كانت هناك حيف اتجاه واحد الشخص او واحد الاسره، ولكن كذلك التقييم المستمر لنجاح هذه العمليه والاستدراك كل نقص في هذه العمليه. اذا اليوم احنا امام برنامج اجتماعي غير مسبوق، امام فرصه لدعم الاسر التي تعيش الهشاشه
بشكل يحفظ لها الكرامة، حيث أن التحويلات المالية ستتم في حسابات بنكية، لا تتطلب من الفرد يمشي ويشد النوبة في الصف ويهضر مع هذا الرجل وهذا يصيفطوا لهذ السيدة والآخر يصيفطوا لهذا، أبدا. إن فوا الملف ديالو تقبل فهو غيبدأ يستفد من هذا الأمور كلها. أكثر من ذلك أن هذا برنامج سيبتدئ من شهر دجنبر، جلالة الملك حريص على أن ننطلق من سنة 23. الحكومة طبعا هيئات الظروف ديال تنزيل هذا البرنامج وتوفير الإمكانيات المادية ليه، ولكن قالوا نبداو واخا داكشي غنديرو في 24 لا نبداو من 23، وكل الأمور يعني غتبدا غتنطلق الدعم من دجنبر. وحنا حتى كل ما كيتقال اليوم في المواقع التواصل الاجتماعي وغنزادوا في البوطة وغيتزاد في الخبز وما غيبقاش الصندوق المقاصة، هذه كلها أكاذيب. فعلا غتكون بعض الإضافات، ولكن إضافات هي بسيطة وهي على 3 سنوات فقط. مثلا البوطة غتزيد 10 دراهم في السنة الأولى و10 دراهم في السنة الثانية و10 دراهم في السنة الثالثة، وتتوقف هذه الزيادات. إذا البوطة اليوم 40 درهم غتولي 70 درهم وما غتزيدش 98% كما يدعي كثير من الناس. كذلك السكر غيتزاد فيه درهم ثم درهم ثم درهم، إذا 3 دراهم اللي غيتزاد في السكر خلال 3 سنوات. والاستفادة الأسر غتبدا من دجنبر. أما هذه الزيادات أو ما يسمى بهذه الزيادات فغتكون حتى يمكن أفريل أو ماي على ضد الزيادات، معنا لأول مرة برنامج يبدأ في الاستفادة منه المواطنين قبل حتى ما يسمى هذه الزيادات اللي غتوقع، اللي هي طفيفة جدا ولن تؤثر في الطبقة المتوسطة، على اعتبار أنه إذا استعملنا جوج البوطات هي 10 درهم مضروبة في جوج هي 20 درهم إضافية في الشهر، وثلاثة دراهم ديال السكر ولا 4 دراهم في الشهر معناه كندورو في واحد 20 درهم 30 درهم، بينما الأسر اللي هي أقل حاجة غتستافد هي 500 درهم. إذا لا كانت الأسرة، لأن كاين من يقول أنه كنحيدو من يد وكنعطيو بيد، إلا هذيك الأسرة غتزيد عليها 20 درهم فراك تعطي على الأقل 500 درهم، إذا راه حنا عطيناها 460 درهم. إذا باش هذا التوضيح هذا بغيت نقولو للرأي العام باش نفهموا على أنه هذا برنامج ما فيه تحايل، فيه وضوح. هذا برنامج ديال سيدنا الله ينصرو. اليوم حزب الاستقلال العمل اللي كيقوم به فقط لتعبئه المواطنين ودعوتهم للتسجيل في السجل ديالهم وطلب الاستفاده من هذا البرنامج، لا اقل ولا اكثر. لا نزايد في هذا الامر من الناحيه السياسيه، بل نحن نركض ونجري باش المواطنين كلهم يستافدوا، حيت كثير من الناس ما عارفينش هادشي، وكثير من الاخرين اللي كيشوفوا في مواقع التواصل الاجتماعي كثير من الكلام وتيقولوا لها فائده من التسجيل، بل بالعكس اليوم امامنا فرصه اولا ديال السجل الوطني للاسكان باش نوليو كنعرفوا باش كل مواطن، وهذه كلنا خصنا نتسجلوا فيه، باش كل مواطن يولي عنده واحد الرقم استدلالي ديالو، ثم السجل الاجتماعي اللي غيمكننا الدراسه ديالو والمعطيات ديالو هي المعطيات اللي مرتبطه بالوضعيه الاجتماعيه والاقتصاديه ديال كل اسره. وبالتالي اي دعم غدا غيكون عند الدوله كاين، كنوليو كنمشيو لذاك المؤشر اللي كيعطيه لنا ذاك السجل الاجتماعي الموحد باش يمكن نعرفوا هذا الفرد خصو يستافد او لا. اذا نتحول من ذاك الدعم اللي كان غير واسع وفوضوي الى دعم يستهدف مستهدف، يعني يستهدف شي طبخ. قبل الصندوق المقصى لما كان تينقص او كيدعم البوطه كان كيستافد منها الجميع، بحال ذاك اللي كيستعمل 200 بوطه في النهار باش كيطلع الماء ويسقي الهكتارات مئات الهكتارات ديالو، بحال ذاك اللي جالس في براكه وشعل البوطه. اليوم دابا ما غنعطيو البوطه الدعم ديالها الا المواطن اللي فعلا يستحق، واللي داير استثمار الله يكمل عليه كيأدي الواجبات اللي خاص. اذا هذه مبادره انطلقت من يوم الاربعاء الماضي باللقاء اللي افتتحه الدكتور نزار بركه الامين العام لحزب الاستقلال، ويتواصل على على مستوى كل الاقاليم والفروع ديال المغرب ديال حزب الاستقلال على المستوى الوطني. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.